النهاردة هنتكلم على موضوع معقد شوية من ناحية البكتيريولوجي، اللي هو البكتيريال تاكسونومي، أو ممكن تلاقيها في مصطلح آخر اللي هو الكلاسيفيكيشن أوف بكتيريا. عشان نفهم البكتيريال تاكسونومي في بعض الديفينيشنز لازم نعمل هايلايتنج عليها، عشان في يعني لبس بينهم كتير. أول حاجة، ما المقصود بعلم التاكسونومي سواء كان بكتيريولوجي أو غير بكتيريولوجي؟ التاكسونومي ببساطة هو the science of classification of organisms. العلم نفسه بتاع الكلاسيفيكيشن بيسمى التاكسونومي، وسبب تسمية بهذا الاسم إن في البيولوجي كلمة تاكسون معناها جروب من one or more population of an organism. يعني هنقول مثلا الهيومن، مجموعة جروب من الهيومن ديت بنسميها تاكسون، والمفرد بتاعها تاكسا، لا آسف الجمع بتاعها تاكسا، يعني هي تاكسون والبلورال بتاعها تاكسا. طيب، زي ما انا قلت في البداية ان في بعض المصطلحات المتداخلة في علم الكلاسيفيكيشن او التاكسونومي، فهنقول عليها ان لازم تفرق بين يعني ايه كلاسيفيكيشن، يعني ايه نومنكليتشر، يعني ايه ايدنتيفيكيشن. الكلاسيفيكيشن هو عبارة عن the arrangement of organisms into groups اللي احنا قلنا عليها تاكسا، on the basis of similarities or relationship. يعني انت بتقسم ايه الجروبس او الاورجانيزم الى جروبس على حسب التشابه او العلاقة اللي بينهم. هنقول على سبيل المثال، لو قلنا مثلا ان كلية الطب البيطري بتقسم الى different grades او فرق مختلفة على حسب التشابه. هنقول مثلا الفرقة الاولى، الفرقة التانية، الفرقة التالتة، وهكذا على حسب التشابه بين الطلبة، سواء بقى في العمر، سواء في ان هم عملوا بروجريس في ليفل معين. ده اللي هو تقسيم الاورجانيزمز الى جروبز. طيب، اما النيومن كليتشر ان انت تدي assigned name الى specific taxonomic group، زي ما احنا قلنا هنقول دي الفرقة الاولى او الفرقة التانية، يبقى انت اديت اسم للفرقة الدراسية بالكلية اللي احنا حطناهم في مجاميع على حسب حاجات تجمعهم او علاقة بينهم، زي قلنا السن او ان هم عدوا الثانوية العامة وبدخلوا سنة اولى، نجحوا في السنة اولى يبقى راحين سنة تانية، وهكذا. طيب، ده النيومنكليتشر، انت بتدي اسم للتاكسونوميك جروب. اما الايدنتيفيكيشن اللي انت تعرف كل انديفيدوال في هذه الجروب، اللي انت تدي اسماء او كود نمبر للطلبة في الفرقة الاولى او الفرقة التانية، ده بنسميه الايدنتيفيكيشن. يبقى الايدنتيفيكيشن is the practical use of classification scheme to determine the identity of an isolate. بالنسبة للبكتيريولوجي خلاص بقى انت عرفت ان دي جرام نيجاتيف وانتيروبكترياسي، على حسب اللي يجمع الانتيروبكترياسي مع بعض، عشان وانس ان انت تقول ان ده كمان سالمونيلا النوع الفلاني يبقى ده عملت ايدنتيفيكيشن. يبقى اذا خلاص الكلام ان التاكسونومي هو ساينس، الكلاسيفيكيشن ان انت تعمل ارنجمنت لمجموعه من الاورجانيزمز الى جروبس على حسب السيميلاريتيز او الريليشن شيب بينها، بعد كده بتدي اسم للجروب وليس للانديفيدوال. اما ان انت تدي اسم او تحدد الانديفيدوال، ده الاسم الايدنتيفيكيشن.
عشان نفهم أكتر علم التاكسونومي خلينا نرجع شوية للإيفوليوشن والأوريجين أوف لايف. العلماء بتوع الإيفوليوشن والبيولوجي بيكسبكتد إن الحياة بدأت على الأرض من 4.5 بليون ييرز أجو، من حوالي 4.5 بليون ييرز. وجود المية على الأرض ساعد السنجل سيل لايف إن هي تبدأ البروكاريوتيك. طبعا في الإيفوليوشن والتاكسونومي بيقولوا إن الأساس بتاع اللايف هو الار ان ايه، بعدين الار ان ايه بعد كده طلع منه الدي ان ايه، وبعد كده طلع منه السنجل سيل لايف على سبيل المثال هنا البروكاريوتيك، وبعد كده حصل تطور للسنجل سيل لايف الى مالتي سولار لايف اللي هي الايوكاريوتكس، واخيرا اعلى حاجه في الكريتشرز اللي هي الماملز. ده بس ببساطه بيوضح لك ان الحياه بدات ازاي حتى وصولا بالماملز. تقسم الكائنات او الكرييتشر على حسب الاوريجين اوف لايف الى نون سيلولار لايف وسيلولار لايف. نون سيلولار يعني ايه؟ يعني كائنات لا تحتوي على تيبيكال سيل ستراكشر. وهنا في الفيرويد والفيروسز. الفيرويد هي ذا سمولست انفكشن او انفكشس باثوجين نون. اصغر انفكشس باثوجين نون هو الفيرويد. في واحد يقول لك البريونز، البريون مش الايجنت، مش اورجانيزمز، ده انفكشس بروتين. المهم الفيرويدز ديت مجموعه من الفيروسز ار ان اي فيري سمول ان سايز، تبقى سنجل ستراندد شورت وسيركولر، ودي بتصيب البلانت فتعتبر بلانت باثوجين. اما الفيروسز كلنا عارفينها اللي هي سواء بتصيب الانسان او الحيوان، ديت اللي هي النون سيلولار لايف. بعد كده نخش على السيلولار لايف اللي هي بتشمل على 3 دومين. طبعا هنرجع بره شويه لورا، زمان قبل اكتشاف الميكروسكوب وعلم الوراثه يتطور وعلم الملوكرة بيولوجي، كانت الكائنات على وجه الارض بتقسم الى جماد وايه ولايف، او اللي هي الكائنات الحيه، الجماد والكائنات الحيه. وكانت الكائنات الحيه بتقسم الى 2 كينجدم فقط اللي هي البلانت والانيمالز. يبقى اذا كان زمان في مصطلح الكينجدم، وده كان اعلى حاجه في الرانكينج بتاع الكريتشر. بعد اكتشاف الملوكر بيولوجي واستخدام الميكروسكوبز وهكذا، تم اعاده تقسيم الكائنات الى حاجه اسمها دومينز. فقال لك ان الكائنات الحيه اللي هي السولار لايف بتحتوي على 3 دومينز اللي هي اعلى من الكينجدم. دومين رقم 1 اللي هو البكتيريا، دومين رقم 2 اركيا، والاركيا كانت لوقت قريب تبع البكتيريا، كان بيسموها اركيا بكتيريا، واخيرا الايوكاريوتيك اللي هي رقم 3. ملحوظه ان الدومين الاولاني البكتيريا والاركيا هم بروكاريوتيك، الكاركترز بتاع السيلز بتاعتها بروكاريوتيك سيل، يعني بتحتوي على البريميتيف نيوكلاس. البريميتيف نيوكلاس اللي هي ما فيهاش نيوكليولس ولا نيوكروميمبرين، وتحتوي على 1 كروموسوم، وغالبا بيبقى سيلكولر. طيب الدومين اللي هو الايوكاريوتيك بيحتوي على 4 كينجدم اللي هي البلانت والانيمال والفنجاي والبروتيستا. يبقى اذن الفنجاي اللي هو اليست والمولت تتبع الايوكاريوتيك دومين، وهي ايوكاريوتيك سيل بطبيعتها. لو حبينا نفرق بين الثلاثة دومينز، سواء كانت الاركيا او البكتيريا اللي هي تعتبر بروكاريوتيك مع اليوكاريوتيك، هنبدا بالسيل ميمبرين. الاركيا بتتميز ان السيل ميمبرين
في حاجة اسمها إيسر لينكد ليبيد، يعني السيل ميمبرين في حالة البكتيريا واليوكاريوتيك بتبقى إيستر لينك في الليبيدز، أما في حالة الأركيا بتبقى إيثر. النقطة التانية إن عارفين طبعا البكتيريا بتتميز بالبيبتيدوجلايكان، أما الأركيا هي فيها برضو بيبتيدوجلايكان لكن الكيميكال كومبوزيشن بتاعه مختلف سلايتلي عن التيبيكال بيبتيدوجلايكان بتاع البكتيريا، فعشان كده سموه سيدو بيبتيدوجلايكان. أما طبعا الايوكاريوتيك السيل ممبرين بتاعها مختلف عن البكتيريا والاركيا. بعد كده الجين ستراكشر، طبعا كلنا عارفين ان الكروموسوم في حالة البكتيريا غالبا بيبقى فيه بتبقى سيركولر، نفس الكلام في الاركيا، طبعا في اكسبشن، لكن الاركيا بتتميز ان عمليه الترانسليشن والترانسكريبشن، تحويل الدي ان ايه الى ميسنجر ان ايه اللي هي عمليه الترانسكريبشن، وتحويل الميسنجر ان ايه الى بروتين بعمليه ترانسليشن، الميكانيزم بتاعتها بتبقى سيميلر للايكاريوتيك. ده بالنسبه للاركيا. اما البكتيريا فبتتميز بترانسليشن وترانسكريبشن يونيك للبكتيريا نفسها. بالنسبة لليوكاريوتيك طبعا عارفين ان الكروموسوم بيبقى مالتيبل وبيبقى لينير عشان موضوع التيلومير، والترانسليشن والترانسكريبشن بيبقى سيميلر للاركيا. هنخش بعد كده الانترنال سيل ستراكشر، طبعا كلنا عارفين ان البكتيريا والاركيا لا تحتوي على الممبرين باوند اورجانيلز زي الميتوكوندريا والجورجي اباراتس، وكمان لا تحتوي على ترو نيوكلاس، ده بالنسبة للأركيا والبكتيريا. أما اليوكاريوتيك ففيها الممبرين باوند أورجانيلز وتحتوي على ترو نيوكلاس. الميتابوليزم بتاع الأركيا هو فيريوس، يعني في ريسبيريشن وفي انيروبيك وفيرمنتيشن وكل حاجة، لكن الأركيا بتتميز بحاجة اسمها ميثانوجينيسيس، وهي تخليق الميثان من الكيميكال كومباوندز اللي حواليها، فدي يونيك للاركيا عملية الميثانوجينيسيس. البكتيريا طبعا عارفين قلنا في المحاضرة بتاعت التأثير اللايت والنيوتريشنال ان في ممكن تبقى اوتوتروفز تعتمد على السن لايت، وفيها عملية الايروبيك والانيروبيك ريسبيريشن، وممكن تعمل الفيرمنتيشن، ده مشابه شوية للي بيحصل في اليوكاريوتيك وخصوصا البلانت، عملية الفوتوسينسيز والاسبيريشن والفيرمنتيشن. اخر حاجة الريبرودكشن، طبعا كلنا عارفين ان مفيش سيكسوال الريبرودكشن في الاركيا والبكتيريا، بتتم عملية الريبرودكشن بالبيناري فيجن، لكن في حاجة تميز الأركيا والبكتيريا اللي هي الهوريزنتال جين ترانسفير، انتقال المادة الوراثية من بكتيريا إلى النيبور بتاع جنبها أو البكتيريا أخرى. في حاجة اسمها فيرتيكال جين ترانسفير، وهي انتقال المادة الوراثية من البيرنت للدوتر سيلز أو البروجني. أما الهوريزنتال هو انتقال من أو بيسموه اللاترال ترانسفير، دي موجودة فقط في حالة الأركيا والبكتيريا. اليوكاريوتيك طبعا فيها السكسوال والأسكسوال ريبرودكشن. ده شكل الإيستر versus الإيثر لينكس. احنا قلنا ان البكتيريا واليوكاريوتيك الليبيد اللي موجود في السيل ممبرين بيبقى الرابطة بتاعها إيستر، أما في حالة اليوكاريوتيك بيبقى إيثر. هنا أكثر تفصيلا الفرق بين الإيستر والإيثر جروب. بنشوف إن الإيستر جروب إن الأكسجين في وان أكسجين أتوم دبل باوندد، في دبل بوند بينها وبين الكربون أتوم، والكامبل أتوم بيحصل لها في سنجل بوند بينها وبين الأكسجين والألكايل جروب،
سنجل بوند برضو بالكارت جروب. اما الايثر بنلاقي ان 1 اكسجين اتوم هنا بتبقى فيها سنجل بوند لاثنين كربون او الكايل جروب. ده الفرق بين الايستر لينك اللي هي موجوده في اليوكاريوتيك والبكتيريا والايثر لينك الموجوده في الاركيا فقط. هنرجع تاني لعلم التاكسونومي، وفي حاجه في التاكسونومي اسمها التاكسونومي رانكس اللي هي الرتب المختلفه في شجره التطور او شجره التاكسونومي. زي ما احنا قلنا كان زمان في حاجة اسمها كينجدم او فايلم، بعد كده ظهر اعلى من الكينجدم والفايلم اللي هي الدومين. يبقى اذا اللي يتربع على رأس علم التاكسونومي اللي هو الدومين، اللي هو حاليا في ثلاثة دومينز زي ما احنا قلنا البكتيريا والاركيا واليوكاريوتيك، بعد كده في حاجة اسمها فايلم او كينجدم، بعد كده تحت الفايلم او كينجدم حاجة اسمها كلاس، بعد كده الاوردر، بعد كده الفاميلي والجينس، واخيرا السبيشيز. ملحوظه بس الجينس والسبيشيز لما تيجي تكتبهم تبقى الجينس اول حرف كابيتال وايتاليك الاثنين، السبيشيز بيبقى ايتاليك وسمول. كنا زمان الفاميلي كمان بتبقى ايتاليك، لكن حديثا علم التاكسونومي قال لك لا مش مشكله الفاميلي تكتب عاديا. برضو زمان كنا قبل استخدام الكمبيوتر في عملية الإيطاليزيشن وتبقى إيتاليك فونت، يعني كنا بنحط أندرلاين تحت الجينس والسبيشيز. ده الهرم بتاع التاكسونومي، أعلى حاجة فيه الدومين وأقل حاجة فيه السبيشيز. الدومين اللي يهمنا في علم البكتيريولوجي اللي هي البكتيريا. تقسم البكتيريا على حسب الرياكشن للجرام ستين الى جرام بوزيتيف بكتيريا وجرام نيجاتيف بكتيريا. جرام بوزيتيف بكتيريا لا تحتوي على الاوتر ممبرين لير، اما الجرام نيجاتيف فهي بوزيتيف للاوتر ممبرين لير. طبعا اللي هنقول بالتفصيل في السلايد الجايه الفرق بين الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف خصوصا في اللايرز والسيل وول. بعد كده الجرام بوزيتيف بتقسم الى 3 فايلم او 3 كينجدم، اللي هي فايلم اكتين وبكتيريا اللي هي بتتميز بالهاي جي سي كونتنت. هنتكلم بالتفصيل ما هو المقصود بالجي سي كونتنت. بعد كده فايلم فيرميكيوتس ودي بتبقى ليها لو جي سي كونتنت، وفي مجموعة من البكتيريا نسميها التيناريكيوتس ديت مفهاش سيل وول زي المايكوبلازما. يبقى إذا الجرام بوزيتيف يقسم إلى 3 فايلا اللي هي جمع فايلم أو 3 كينجدم حسب الجي سي كونتنت وحسب presence or absence of the cell wall. بعد كده الجرام نيجاتيف نفس الكلام، بتقسم إلى 3 فايلا، فايلم بروتيوبكتيريا او جراسيريكيوتس، فايلم سبايروكيتس، واخيرا فايلم كلاميديا. طبعا العلم البكتيريا فيه كثير من الفايلمز او الفايلا الاخرى غير السته دول، لكن احنا بنركز على الاهمهم اللي تخصنا ميديكال امبورتانت في علم الميديكال بكتيريولوجي. لكن طبعا في كذا فايلم اخرى، في العديد من الفايلم لم تذكر في هذه السلايد. جدير بالذكر ان الفايلم كلاميديا اللي هي في الجرام نيجاتيف كانت بتقسم زمان ان هي تبع الفيروسز، كانت بتصنف ان هي تبع الفيروسز لان هي بتعمل انكلوجن بوديز زي الفيروسز بالظبط، وبتعيش داخل التيشو كلتشر، ما بتطلعش ارتفيشال ميديا، وحجمها فيري سمول، لكن تم وضعها في البكتيريا. الشكل ده بيوضح الفرق بين الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف خصوصا في موضوع السيل وول.
زي ما انت شايفين طبقة الأوتر ميمبرين لاير اللي أنا قلت عليها في التاكسونومي أو كلاسيفيكيشن موجودة في الجرام نيجاتيف فقط. الطبقة دي من ضمن الأهمية بتاعتها إن هي فيها طبقة اللايبوبوليساكرايد. طبعا كلنا عارفين ال LBS أو اللايبوبوليساكرايد ده الانتوتوكسين، خصوصا الليبيد A اللي هو بايروجينيك سابستانسز، بيعمل فيفر وممكن يؤدي إلى سيبتيك تشوك وديس. من ضمن برضو الفانكشن بتاعة الأوتر ميمبرين لاير إن هو بيحمي طبقة البيبتيدوجلايكان الدايركت لو في بعض أنواع الأنتيبيوتيك زي البيتا لاكتام، مجموعة البنسلين والسيفالوسبورينز اللي هي بتأثر على البيبتيدوجلايكان لاير. طبعا هنا طبقة الأوتر ميمبرين لاير ممكن تحمي البيبتيدوجلايكان من الأنتيبيوتيك. ده بس الفرق بين، طبعا في فروقات تانية بين الجرام بوزيتيف، اما طبعا السيكنس بتاع البيبتيدوجلايكان فيري سيك في حالة الجرام بوزيتيف، في حالة الجرام نيجاتيف سن، وده اللي بيعتمد عليه الجرام ستين. موضوع ان التوكويك اسيد موجود فقط في الجرام بوزيتيف، يعني في بعض الفروقات قلناها في الجنرال بكتيريولوجي، لكن اللي يهمنا هنا طبقة الاوتر ميمبرين لاير. ايه بقى حكاية الجي سي كونتنت اوف بكتيريا الجينوم؟ طبعا عارفين ان البكتيريا الجينوم تحتوي على كروموسوم، الكروموسوم دوت بيحتوي على كروماتين. الكروماتين فيه حاجتين، في الدي ان اي وفي بروتين، في حالة البكتيريا بنسميه هيستون لايك بروتين، في حالة اليوكاريوتيك بيبقى هيستون، اما في حالة البكتيريا بنسميه هيستون لايك بروتين. البيلدينج يونت بتاعت الدي ان اي هي النيكلوتايد او نيتروجينس بيس، كلنا عارفينها، ادينين ثيامين جوانين سيتوسين. زي ما انتوا عارفين ان الادينين بيلتحم مع الثيامين، والجوانين بيتحد مع السيتوسين. طيب ايه فلسفه ليه الجي سي مش الاي تي كونتنت بتستخدم؟ ده نوضحها في السلايد اللي بعد كده. سبب استخدام الجي سي كونتنت في التاكسونومي او حتى في الايدنتيفيكيشن اوف مايكرو اورجانيزمز ان الثيامين والادينين بيلتحدوا مع بعض عن طريق تو هيدروجين بوند زي ما انتم شايفين في الشكل، اما الجوانين والسيتوسين فبيتحدوا بثري هيدروجين بوند، وبالتالي الهيدروجين بوند بين الجي والسي more stronger and more stable than الاتحاد بتاع ال A مع T أو الأدينين مع الثيامين. فبالتالي الاستابيليتي بتاعة الجي سي كونتنت إن هي بتلتحم مع بعض بـ 3 هيدروجين بوند تتحمل المعاملات المختلفة أثناء الجينوميك بريبريشن، وبالتالي تم استخدام الجي سي كونتنت عن الـ ET في البكتيريال ايدنتيفيكيشن والتاكسونومي. الجدول ده بيوضح ان الجي سي كونتنت لبعض انواع البكتيريا وبعض انواع الاورجانيزم زي الهيومن وبعض الانيمال زي الشيب واخرين. لقيوا العلماء لقيوا ان توزيع الجي سي على الكروموسوم بيبقى ايكوال كراندوم ديستريبيوشن، بمعنى لو انت اخدت اي جزء من الجينوم بتاع الهيومن او بتاع البكتيريا او بتاع الشيب هتلاقي نسبة الجي سي ثابتة في الجزء اللي انت قطعته من الجينوم. فبالتالي تم استخدام نسبة الجي سي كونتنت للايدنتيفيكيشن، اقدر اقول ان الشاشة كلها 51.7، يبقى انا لو جبت لي انت راندوم جينوم وانا عملت دي ان اي سيكونس ودخلته جين بانك داتابيز وعمل لي كالكوليشن لنسبة الجي سي ولقيها 51.7، اقدر اقول لك ان دي الشاشة كلها، في حين زي ما انتم شايفين الاستافيلوكوكاي بتبقى 50. يبقى نتيجة ثبات نسبة الجي سي كونتنت على 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 طول الجينوم من بكتيريا لأخرى فبتستخدم النسبة بتاعتها في الايدنتيفيكيشن اوف مايكرو اورجانيزمز. هنرجع لموضوع التاكسونومي وهنمسك اول حاجة الجرام بوزيتيف بكتيريا، هنمسك الفايلم او كينجدم اكتينوبكتيريا اللي هي بتتميز بهاي
جي سي كونتنت، بناخد منها كلاس اكتينو بكتيريا برضو، اوردر اكتينو مايسيتاليز، فيها اربعة او ثلاثة فاميليز، فيها فاميلي اكتينو مايسيتاسي ودي فيها اكتينو مايسيس وما بدرسهاش بالتفصيل قوي في الفيترينري، وفيها فاميلي مهمة اللي هي فاميلي مايكوبكترياسي اللي فيها طبعا جينس مايكوبكتيريا اللي هي بتسبب التوبركلوزيس، سواء كان مايكوبكتيريوم توبركلوزيس الهيومن تايب او البوفاين تايب مايكوبكتيريوم بوفيس او الافيان تايب. رقم ثلاثة كويني بكترياسي، طبعا فيها جينس كويني بكتيريا، وكويني بكتيريا في نوع مهم بيصيب الهيومن الاطفال، كويني بكتيريا ديفتري اللي بتعمل ديفتريا. وفي الفيتينري في الكويني بكتيريا بايوجينز والكويني بكتيريا بوفيس، وفي انواع تانية من الكويني بكتيريا. انا عايز بس نركز عليه هنا ان مجموعة الاكتينو بكتيريا بتتميز بالهاي جي سي كونتنت اللي فيها المايكوبكتيريا والكويني بكتيريا. رقم اتنين من الجرام بوزيتيف بكتيريا فايلم فيرميكيوتس، ودي لو جي سي كونتنت. فيرميكيوتس جايه برضو من كلمه فيرمس يعني سترونج، كيوتس يعني سكن. هو هنا مجازا كنا زمان بنطلق على الجرام بوزيتيف فيرميكيوتس والجرام نيجاتيف جراسيري كيوتس، كلمه جراسيريس يعني سن، لكن هنا بتطلق الفيرميكيوتس على مجموعه الجرام بوزيتيف بكتيريا اللي ليها لو جي سي كونتنت، اللي هي بتشمل اتنين كلاس، كلاسز، كلاس باسيلاي وكلاس كوليستيريديم. طبعا كوليستيريديم فيها اوردر كوليستيرياليز وفيها فاميلي كوليستيريديم او كوليستيرياسي، معلش كوليستيرياسي. اما الكلاس باسيلاي ده في اتنين اوردرز، في اوردر باسيلياليز واوردر لاكتو باسيلياليز. الاوردر باسيلياليز ده في ثلاثة فاميلي، فاميلي باسيليسي اللي فيها الباسيلس، خصوصا باسيلس انثراسيس اللي هي بتعمل الانثراكس او المالجننت باستيول او الجمرة الخبيثة في الهيومن، وده نوع من كمان بيولوجيكال ووبنز. في الفاميلي ستافيلوكوكيسي اللي هي فيها الستافيلوكوكس ستافيلوكوكس اورياس، وفي فاميلي ليستريزي اللي فيها الاستيريا مونوسايتوجينز اللي بتسبب فود بويزنينج ومننجايتس والسيركلينج ديزيز. طيب جدير بالذكر هنا في كومنت، ازاي استفيلو كوكيسي اسمها كوكيسي وتتبع كلاس باسيلاي واوردر باسيلياسيس؟ من فين دي بنقول عليها كوكاي استفيلو كوكاس المكورات العنقودية، ومن فين ان هي تتحط في كلاس باسيلاي؟ طيب مورفولوجيكالي طبعا مختلف، انا بقسمش هنا مورفولوجيكالي، هذا الكلاسيفيكيشن لا يتبع المورفولوجيكال كاركتر، يعني ما بحطش البصلاي مع بعض والكوكاما. هذا الكلاسيفيكيشن بيعتمد على الجينوميك اناليسيس وعلى 16 استرايبوزومال ار ان اي. سبب وضع الاستافيلوكوكاي بالرغم ان هي كوكس شيب في كلاس باسيلاي واوردر باسيلياليز ان هي جينوميكالي وتبع 16 اس ريبوزومال ار ان اي اناليسيس بتاعها، هي ريتد لي كلاس باسيلاي عن اي كلاس اخر. وبهذا الكلاسيفيكيشن ليس له علاقه بالمورفولوجي، ولكن بيعتمد بيزيكالي على الجينوميك اناليسيس وخصوصا ال 16 اس ريبوزومال ار ان اي. فاميلي لاكتوباسيلياليز فيها او اوردر لاكتوباسيلياليز فيها ثلاثة فاميليز، فيها فاميلي لاكتوباسيلس اللي طبعا لاكتوباسيلاي يستخدمها في البايوتكنولوجي في عملية اليوغورت وهكذا، ودي من الاسيدوفيليك بكتيريا. في فاميلي ستريبتوكوكيسي اللي فيها الستريبت، ومن اهمهم ستريبتوباجينز في الهيومن، والستريبتوكواي والستريبت اجالاكتيا وحاجات كتيرة طبعا. وفي الانتيروكوكيسي، الانتيروكوكيسي ديت هي طبعا نوزوكوميال، بتعمل نوزوكوميال انفكشن في الهيومن، عدوى المستشفيات وبتعمل امراض كتيره في الهيومن.
كانت تتبع للستريبت كوكيس الأول أو ستريبت كوكاي، ولكن انفصلت بناء على 16 اس رايبوزوم الار ان اي الى فاميلي الوحدة اللي هي انتيرو كوكيسي. واحنا قلنا بعد كده قبل كده الكوليستريديسي والكوليستريديوم. ما زلنا مكملين في الجرام بوزيتيف بكتيريا وتالت فايلم اللي هي تينري كيوتس اللي هي نو سيل وول. تينري كيوتس كان من كلمة تندر يعني سوفت، كيوتس يعني سكن، لا سوفت سكن ملهاش سيل وول. عارفين طبعا السيل وول من ضمن الفانكشن بتاعته ان هو بيعمل ريجيديتي للبكتيريا ويعمل لها سكيلتون. في منها الكلاس موليكيوتس، اوردر مايكوبلازميتاليز، فاميلي مايكوبلازميتيسي، وجينس مايكوبلازما. مايكوبلازما طبعا في من حاجات المهمه المايكوبلازما جاليسيبتيكام اللي بتعمل السي ار تي، والمايكوبلازما نيموني في الهيومن، وفي حاجات اخرى. يبقى اذا مجموعه المايكوبلازما بتتميز ان هي نو سيل وول. هندخل على الكاتيجوري الثاني من البكتيريا، دومين بكتيريا، اللي هي الجرام نيجاتيف بكتيريا. وهنا هنختار الفايلم بروتيو بكتيريا اللي هو مجازا بنسميه جراسيري كيوتس، اللي كنا نطلق زمان على الجرام نيجاتيف كلها الجراسيري كيوتس. كلمة جراسيريس يعني سن، كيوتس يعني سكن، عشان ان هي بتتميز بطبقة رقيقة من البيبتيدو جلايكان. الفايلم بروتيو بكتيريا بتقسم الى 5 كلاسز أخدين ألفا وبيتا وجاما ودلتا وإبسلون. ده الكلاسز بتاعتها. هنبدأ بالألفا، هنقول بس الحاجات المهمة. هناخد أوردر رايزوبياليز، وفيها أوردر ريكيتسياليز. رايزوبياليز فيها بكتيريا من أهم البكتيريا في الطب البيطري، فيها الفاميلي بروسيليسي اللي فيها البروسيلا اللي بتعمل مرض البروسيلا سواء في اليومن او الانيمال. في بعد كده ريكيتسياليس، برضو ريكيتسيا كانت زمان تصنف ان هي ممكن تكون فيروسز اكتر من هي بكتيريا. ده بالنسبة للالفا. بالنسبة للبيتا، في عندي الاهم عندنا بروخوردياليز، اوردر بروخوردياليز اللي فيها بروخورديا اللي كانت زمان بتسمى السودومونوس اللي بتعمل الجلاندرز في الحصانة، في خناق الخيل. برضو تبع البيتا في النيسيرياليز، فيها فاميلي نيسيريا، والنيسيريا ميلي هيومن، نيسيريا جونوري اللي هي بتعمل جونوريا او مرض السيلان، وده من السيكسوال ترانسميتد ديزيزز. اللي مثل البخورديا، بفي البخورديا مالياي اللي هي بتعمل الجلاندرز، وفي طبعا منها سيدو مالياي. The most common type من معظم 90% من الباثوجينيك جرام نيجاتيف بكتيريا بتبقى موجودة في الكاتيجوري او في الكلاس جاما بروتيو بكتيريا، ودي فيها الانتيرو بكتيرياليس كأوردر، عائلة الانتيرو بكتيريسي اللي فيها طبعا من أهمها السالمونيلا والشيشا كولاي والشيجيلا وآخرين. في برضو أوردر باستيرياليس، فيها باستيرليسي، فيها طبعا باستيريلا مالتوسيدا. في بعد كده الفيبرونيلاليس والفيبرونيسي. الفيبرونيسي فيه الفيبرو كولرا وأزر فيبرو باراهيموليتيكاس وهكذا. في بعد كده السودومونيداليس والسودومونيديسي، سودومونس اوريجينوزا، واخيرا الايرومونيداليس، وفيها الايرومونس سواء كانت او الايرومونيديسي. الايرومونيديسي فيها الايرومونس سالمونيسيدا وايرومونس هيدروفلا، ودي ميلي فيش باثوجين. الدلتا ما فيهاش حاجه مهمه في الانيمال والهيومن ميديكال
مايكروبيولوجيا وبكتيرولوجيا دي اساسا فيها البلانت باثوجين دلتا والانفيرومنتال. خلينا نتطرق لاخر نوع اللي هو الابسلون، في الكامبيلو بكتيرياليس كاولدر. في اتنين فاميلي مهمين، الكامبيلو بكتيريسي اللي فيها كامبيلو باكتر سواء جيجوناي او فيتس سبب فود بويزنج او ابورشن، وفي هيليكو بكتيريوسيس او هيليكو بكتيريسي. طبعا هيليكو بكتيريسي فيها الهيليكو باكتر بايرولي اللي هي كانت زمان بتسمى كامبيلو باكتر بايرولي، لكن دلوقتي فاميلي لوحدها الهيليكو باكتر بايرولي، وديت اللي بتعمل جاستريك وديودونال ألسر او بيسموها جرثومة المعدة. خلاصة السلايد ديت ان البروتيو بكتيريا ده نوع مهم جدا من الجرام نيجاتيف بكتيريا، ان البروسيلا تتبع الالفا وتتبع الاوردر رايزوبياليس، ان الكامبيلوباكتر والهيليكوباكتر تبع الابسلون، ومعظم باقي الجرام نيجاتيف تخش تبع الجاما بروتيوباكتيريا. هنا لست ببعض التغيرات اللي حدثت حديثا في اسماء البكتيريا نتيجه التاكسونومي والجينوميك اناليسيز وال16 اس ريبوسومال ار ان ايه. هنطلع بعض الامثله، على سبيل المثال الباستريلا هيموليتيكا بتسمى منهيميا هيموليتيكا اللي بتعمل هيموراجيك سيبتيسيميا في الانيمال، او الابيزوتيك نيمونيا او الشيبينج فيفر لان هي بتيجي اساسا ستريسز مع الترانسبورتيشن. بعد كده السودوموناس مالياي دلوقتي بيسموها بورخورديا مالياي اللي بتسبب الجلاندرز في الخيل، واخيرا الهوموفيلس بارا جالي نيرم اللي هي بتعمل انفكشس كرايزا حاليا اسمها افي بكتيريوم بارا جالي نيرم. طبعا في العديد من الاسماء البكتيريا بيعاد تسميتها على حسب الجينوميك اناليسيز وخصوصا 16 اس ريبوزومال ار ان ايه. بالنسبة للمراجع اللي تم استخدامها في المحاضرة بتاعت النهاردة، من أهمهم طبعا البرجز مانوال اوف سيستماتيك بكتيريولوجي، الانترناشنال جورنال اوف سيستماتيك اند ايفولوشنالي مايكروبيولوجي، الانترناشنال كود اوف نومنكليتشر اوف بكتيريا، وانترناشنال كوميتي اون سيستماتيك اوف بروكاريوتيك، والويكيبيديا والمايكرو ويكي. ديت أهم المراجع التي تم استخدامها في المحاضرة بتاعت اليوم.